قول لنا بقى سلمى، رأيك ايه في موضوع جواز الصالونات، انت مع ولا ضد؟ والله هو انا لما كنت صغيره كنت ضد قلبا وقالبا، يعني كنت بشوف اللي هو لا، او باخد الموضوع على يعني على حامي كده، اللي هو انا مش هتحط في الموقف ده ومش عارف ايه. بعدين لما كبرت وبقيت اشوف نماذج حواليا، فبقيت احس ان هو بيبقى فعلا فرصه للناس مش قادره تتواصل اجتماعيا، او مش قادره ان يبقى عندها فرصه ان هي تتعرف على حد ايا كانت الظروف بقى. فهو فابتديت اوسع نظرتي شويه للموضوع، لا هو الموضوع ممكن يمشي في بعض الاحوال. وبعدين هو مش غلط، يعني انت هتروح هتقابل حد تتعرف عليه، ارتحت هتكمل، ما ارتحتش خلاص. بالظبط. سلمى انت متجوزه او ولا لا؟ لا. طيب تعرضتي لمواقف جواز الصالونات؟ يعني مريت بمواقف زي كده. طب يعني احكي لنا اغرب موقف تعرضتي له في جواز الصالونات. طيب في مره كنت، كان في حد هو كان يعني هو كان عايز يجي، وانا مرفضه، يعني هو يعني شافني كذا مره بالصدفه وطلب مني ده، وانا يعني رفضت بشياكه يعني. فبرضه صمم وراح كلم والدتي، وكان مصمم ان هو يجي. فانا اتضايقت، فماما قالت لي طب خلاص يعني هم هيجوا ونبقى نعتذر لهم ما دام انت رافضه ومش عايزه خالص كده. تمام. فقلت لها اوكي ماشي، بس انا عشان حسيت يعني بفرض رايي، ان هو انا قلت لك لا خلاص انت مصمم ان انت تيجي برضه. فقلت لهم اوكي، ويوم ما جه ما رحتش اصلا. ما رحتيش؟ كانوا مستنييني. يعني هم جم البيت وقعدوا. برافو عليك. ليه يا سلمى كده يا سلمى؟ برافو عليك. يعني هو اصل هو جه غصب عني وانا مش عايزاه. طب ايوه هو يعني اجبرها، يعني اجبرها. أيوة وخلى في ضغط من ناحيه اهلها، فهم حسوا مني بقله ذوق جدا. وساعتها بقى يعني كانوا متضايقين وماشيين متضايقين، اللي هو يعني ازاي نجي لكم بيتكم واللي احنا جايين لها اصلا ما تقابلناش وما تجيش اصلا يعني. فالموضوع يتفركش. فانا كنت حاسه بقى بهدوء كده جوايا. وبعد كل ده ما يتفركش، لازم يتفشكل ويتفركش وكل حاجه. سلمى بعد كده يعني ما طيب سلمى مفيش مواقف تانية بتاعت صحباتك؟ انا مش هسألك على مواقفك انت الشخصية، انا بقيت خايفة منك. لا في موقف تاني بس يعني ما عملتش فيه حاجة. هو كان في حد كان عايز يجي يتقدم لي، وبعدين انا مش عارفة هو كان تقريبا عايز يناسب عيلتنا وخلاص. فالمهم هو جه وقعد معاهم في البيت وتمام وقشطة يعني خلاص اوكي. فانا رايك ايه؟ لا انا مش موافقه، فاعتذروا بشيكه يعني. طب خلاص نشوف بنت عمها بقى. لا بلاها نادي ياخد سوسو. اصل خلي بالك برضو يا سلمى، هو الموضوع بالنسبه لاي حد بيتجوز صالونات هو مش محدد الشخصيه. بالظبط. هو بيشوف الانسب، عيله نسب يعني. هو بيختار يعني، بيشوف الانسب بالنسبه له ايه. فانت لو ما نفعتيش يعني نشوف سوسو. لا يعني هو لو كان في امل ان انا افكر في الموضوع بعد الحركه دي، اللي هو استحاله بقى. انت جاي عايز اي واحده وخلاص، انت المفروض رايح تقدم لواحده على الاقل تقدرها، تبين لها ان انت يعني نوعا ما عايز تتعرف عليها، سمعت عنها سمعها خير، فانت حابب ان انت تتعرف عليها كويس. لكن مش اللي هو خلاص لا طب خلاص نشوف بنت عمها، يعني اللي هو انا مش بيع وشروه، هي مش رايحه تشتري شوز لبيتها يعني.